انا كنظن خصك تخليو لهاد الناس اللي غادي يطلعوا علينا نعطيوهم اون شونس اون شونس وديك الساعه تحكموا يا سيدي. نو انا ما كنتهمو حتى بشي 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 شي حاجه، ولكن الوجود ديالنا في الجمع العام هو يوجب ويلزمنا باش نقدموا الملاحظات ديالنا ونقدموا اللي كنشوفوه انه غادي يقدر يمشي بحسن ديال ما هو احسن خصو يتقدم. الجانب الثاني هو تشكلت الان اليوم تشكيله جديده من بعد ما وقع توافق على لائحتين. التوافق سمعناه كعنوان وسمعناه كاسم، كنتسناو يخرج للحيز الواقع، توافق في الواقع، توقع في تدبير الشؤون الحسنيه اليوم وغدا في المستقبل، ونتجنبوا الاخطاء السابقه، الاخطاء التدبيريه السابقه. حتى ديك الاخطاء ماشي، ما كنقولش انها جات اخطاء، جات من سوء فهم عمليه تسييريه. العمليه التسييريه ماشي فاهمه، ماشي بسيطه، ماشي سهله، عمليه معقده وعمليه يوميه وفيها الليل وفي 24 تسيير الكره هو 24 ساعه على 24 ساعه، خاص اللي يكون متفرغ لها ويكون عنده قوة فكرية، قوة بدنية باش 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 يواكبها. اللي غادي يواكبها قد ما كانت المواكبة في مكانها وفي ساعتها كتكون الأخطاء كتقل. عدم المواكبة وعدم تكليف فلان يدير فلان، أنا كنت كنسير فلان يدير كنراقب من بعد، مع عمر الثقة كتمنع المراقبة، ماشي المراقبة المالية كنقصد، المراقبة في شؤون الكرة كلها، شؤون اداريه، في شؤون تدبيريه، في شؤون تقنيه، في شؤون طبيه، في كل شيء خصو يتراقب، كل شيء خصو يكون تحت عينك، لان انت الوحيد المسؤول. الرئيس هو جدي وكبير، كينطق على جوج ديال، كينبني على جوج ديال العناصر. العنصر الاول هو التشاور مع الاعضاء بالمكتب، القرار كياخذوا المكتب برمته، ما ياخذوا الشخص. الجانب الثاني هو تفعيل عمل اللجان ومحاسبه اللجان. ويمكن كاع نزيدوا نقطه ثالثه وهو تنظم اجتماعات دوريه بين حين والاخر مع المنخرطين باش يطلعوا الناس على المستجدات. الاجتماع المنخرطين عنده ايجابيه اساسيه ومهمه جدا، كتقطع الحبل مع الاشاعه، ما كنخلوش المكان الاشاعه باش تقدروا. وهذوك الاجتماعات نتاع المنخرطين انتم ماشي في صلاحتكم، انتم كتمشيو ماشي ما كتركبوا على الاشاعه، كتاخذوا كخبر، ومنها كتاخذوا كخبر مساله حره، ولكن التعليق ديالكم من حقك تعلق بالشيء اللي كتشوفوه، والشيء اللي كتشوفوه سواء سلبي وايجابي، ولكن انا كنفضل يكونوا لقاءات مع المنخرطين وتخرج الخبر اللي هو رسمي واساسي وجدا اللي غتبني عليه. وانتم ما تنساوش بلي ان الاعلام من العوامل الاساسيه المساهمه في التنميه الرياضيه. تحيه لكم. واتفقنا على برنامج واحد وهو ما تختلفش على برنامج اللي شرنا عليه، غادي نحاول يكون مختصر وغنقدموا فيهم خطوط عريضه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.